مواجهة أولى لكارلوس كيروش ضد المنتخب الليبي متصدر المجموعة في مشوار المجموعات المؤهلة للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. المنتخب الليبي تصنيفه 110 عالميا، وهو قبل الأخير قبل أنجولا المصنفة 126 عالميا في مجموعتنا. المنتخب الليبي يحتل صدارة المجموعة بفوزين ورا بعض على الجابون وعلى أنجولا. منتخبنا هيواجه ليبيا مرتين، المرة الأولى في مصر والتانية في ليبيا. المنتخب الليبي رجع يستضيف مبارياته في ملعبه مرة أخرى بعد غياب أكثر من 7 سنوات بسبب الحظر الدولي، لكن هتكون دون حضور جماهيري. المنتخب الليبي حاليا في طفرة بعد فشلهم في التأهل لكأس الأمم الأفريقية وتزايل المجموعة بثلاث نقاط. المجموعة كانت بتضم تونس وغينيا الاستوائية وتنزانيا، لكن دلوقتي هو في طفرة بعد الفوز في ماتشين في بداية تصفيات كأس العالم قطر 2022. الأسباني خافيير كليمنتي 71 سنة هو المدير الفني للمنتخب الليبي، يتولى مسؤولية مع بداية تصفيات كأس العالم. فشل في أول اختبار بالهزيمة من السودان في التصفيات المؤهلة لكأس العرب، لكن ماشي معهم بشكل ممتاز في تصفيات كأس العالم. كليمنتي كان سبق ليه تدريب منتخب ليبيا من 2013 ل2016 وكسب معهم لقبهم القاري الوحيد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية للمحليين سنة 2014. كليمنتي مدير فني مخضرم، سبق ليه تدريب صربيا والكاميرون ومنتخب اسبانيا خلال كاس العالم 98، ودرب العديد من الانديه الاسبانيه زي اتلتيكو مدريد واسبانيول واتلتيكو بلباو وسبورتنج جيخون وبلد الوليد، وكل القابه وانجازاته كانت خلال فتره الثمانينات. المنتخب الليبي بيضم العديد من النجوم زي حارس المرمى المتالق محمد نشنوش، مدافع الرجاء السابق سند الورفلي، ومدافع المنتخب المخضرم علي سلامه، وارتكاز سبورتنج براغا المعتصم المصراتي، وجناح الترجي حمدو الهوني، وجناح الوداد مؤيد اللافي. التشكيل المتوقع للمنتخب الليبي هيكون 4-1-4-1، محمد نشنوش في حراسه المرمى، على اليمين عبد الله شريف، وعلى الشمال معتصم صبو، وقلب دفاع علي سلامه وسند الورفلي، ومحمد تهامي ارتكاز وسط قدامه اثنين، عمر الخوج على اليمين وفيصل صالح البدري على الشمال، وعلى يمينهم وينج يمين مؤيد اللافي، وعلى الشمال وينج شمال حمدو الهوني، وفي الامام محمد زعبيه. المحترف الليبي في صفوف براجا البرتغالي المعتصم المصراتي بيلعب في مركز الارتكاز الدفاعي، ما كانش موجود في مواجهتي الجابون وانجولا لظروف خاصه، لكن بنسبه كبيره هيكون موجود امام مصر بديلا لمحمد التهامي ارتكازه وسط دفاعي. على الرغم ان المنتخب الليبي فاز مباراتين، بس النتيجه كانت غير معبره عن سير اللقاءين. في ماتش الجابون منتخب الجابون كان الاكثر هجوما، ونفس الكلام في مباراه انجولا اللي سيطر فيها المنتخب الانجولي تماما ووصل استحواذ ل 72%. تمريرات انجولا كانت 531 مقابل 182 بس ليبيا، 17 محاوله لانجولا مقابل 5 بس ليبيا، وده بيظهر بشكل واضح في خريطه تمريرات المنتخب اللي اكتر تمريرات ما بين اللاعبين بين 3 لاعبين، الباقي الدفاع الورفالي وسلامه ولاعب الوسط فيصل البدري، وكلهم 8 او 9 تمريرات خلال المباراه بالكامل. يعني المنتخب الليبي مش بيعتمد على السيطره تماما، ودايما الكوره مش بتكون معاه. كيروش محتاج ينهي اي هجمات المنتخب الليبي من بدايتها، هتبقى انه يقدر يمنع فيصل البدري من استلام الكوره وبدايه هجمات المنتخب الليبي. ابرز مكان بيعتمد عليه المنتخب الليبي في الاختراق هو الكرات البيانيه في وسط الملعب، وده بسبب وجود ثلاثي دايما في المكان ده، وبيكون اكترهم عن طريق فيصل البدري لاعب اهلي بنغازي اللي لسه متكلمين عنه. سند الورفلي وعلي سلامه قلبين دفاع المنتخب الليبي بيمتازوا بالكرات الهوائيه. الورفلي خلال اخر 4 مباريات نسبه فوزه بالالتحامات الهوائيه 100%، وعلي سلامه نسبه فوزه بالالتحامات الهوائيه 66%، ودي ارقام دفاعيه جيده في الكرات الهوائيه. ومش بس في الحالات الدفاعيه، كمان في الناحيه الهجوميه، علي سلامه وسند الورفلي هم اللي سجلوا ثنائيه ليبيا في مرمى الجابون من كرات راسيه. المنتخب الليبي خلال اخر 8 مباريات، 6 مباريات في تصفيات كاس الامم ومباراتين في تصفيات كاس العالم، سجل 10 اهداف منهم 8 من كرات عرضيه و2 عن طريق ضربات جزاء، وده بيوضح بشكل مباشر اعتماد المنتخب الليبي على التسجيل من الكرات العرضيه، سواء ركنيات او كرات ثابته او كرات متحركه، لكن في النهايه كرات عرضيه. 4 كرات عرضيه من ناحيه اليمين، 3 كرات عرضيه من ناحيه الشمال، وضربه ركنيه و2 من ضربات جزاء. المنتخب الليبي بيعتمد على الهجمات المرتده، وبيكون محمد صولا او حمدو الهوني اساس الهجمات دي. محمد صولا بيتميز عن الهوني انه بيدخل العمق اكتر وبيأخر نفسه، وبيفتح دايما مساحه للجناح اليمين للدخول العمق،
لكن دايما بيكون في نقص عددي داخل منطقة الجزاء، فمش بينجحوا انهم يسجلوا من الكرات دي، وبيعتمدوا اكتر على الكرات العرضية والكرات الثابتة زي ما ذكرنا. نقطة الضعف الابرز للمنتخب الليبي هي التمركز الخاطئ، رغم انهم بيعتمدوا على الدفاع، لكن دايما التمريرات التقليدية في العمق بتمثل لهم نقطة ضعف كبيرة جدا. تقريبا كل المباريات ظهرت فيها المشكلة دي، ودايما بيبقى فيه مشكلة في تمركز الرباعي الدفاعي، مع عدم رجوع الجناح حمدو الهوني بيبقى فيه ثغرات كبيرة جدا ورا حمدو الهوني في الخلف. الكرات الطويلة القطرية بتسبب لهم مشكلة كبيرة جدا، خاصة اللي بتتلعب ورا الظهير الايمن والايسر. فبالاضافة لوجود مشاكل في التمركز في العمق، كمان فيه مشاكل في التمركز في الاطراف، فبيكون دفاع ليبيا سهل جدا جدا اختراقه، وحصلت اكتر من مرة في مباراة الجابون وفي مباراة انجولا، لكن التوفيق كان ملازم للمنتخب الليبي. نقاط الضعف دي ممكن استغلالها بكل سهولة عن طريق لعب الكرة على الارض، لانهم بيجيدوا الكرات العرضية العالية، لكن وحشين جدا في الرقابة في حالة التمرير السريع، وهنا بيجي دور رمضان صبحي على الشمال ومحمد صلاح على اليمين وعبدالله السعيد في العمق في التحرك وفتح اماكن في العمق لاي حد ممكن يجي من ورا، مش هيكون عليه اي رقابة تماما. المنتخب الليبي في تصفيات كاس الامم استقبل 15 هدف في 6 مباريات، يعني بمعدل 2.5 هدف كل مباراة، وده بيعبر عن ضعف الدفاع الليبي الشديد جدا. الخلاصة ان المنتخب الليبي محقق العلامة الكاملة، لكنه منافس في المتناول، ومن المفترض ان منتخب مصر يحقق الفوز عليه ذهابا وايابا، لكن هيكون الفوز في مصر والتعادل في ليبيا نتيجة جيدة. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في الصعود لكاس العالم قطر 2022.